إسرائيل تواصل القصف وتستهدف قيادات بحزب الله، والأخير يعلن مقتل قيادي بارز في غارات الجمعة. عشرة لاجئين سوريين من عائلة واحدة يفقدون حياتهم بهجوم جوي إسرائيلي على البقاع شرقي لبنان. الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا تشكل خلية أزمة خاصة لتسهيل وصول اللاجئين السوريين من لبنان. مسيرات تركية تستهدف ريف قامشلي وقصف مدفعي على قرية قزعلي بريف تل أبيض شمال شرق سوريا. وزارة الصحة التابعة للحوثيين تقول إن 4 قتلوا وأصيب 29 بضربات إسرائيلية على ميناء الحديدة اليمني. مصادر طبية تتحدث عن خسائر بشرية بعد تعرض مخيمات نازحين ومناطق متفرقة بقطاع غزة لهجمات إسرائيلية. الولايات المتحدة تعلن تنفيذ ضربتين بسوريا أسفرتا عن مقتل 37 إرهابيا بينهم عناصر من داعش.